بزيادة بلغت 25% حققت إيرادات قناة السويس 8 مليارات دولار هذا العام مقارنة بستة مليارات خلال العام السابق، كما ارتفع عدد السفن العابرة بمعدلات غير مسبوقة حيث سجل عبور نحو 23 ألف سفينة. التطوير الكمي والنوعي للمجرى الملاحي لقناة السويس كان من شأنه تحقيق هذه الإيرادات الكبيرة غير المسبوقة تاريخيا في الحقيقة. أعتقد أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا لمعالي الفريق أسامة ربيع بتعميق وتوسيع وازدواج المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي، أعتقد خاصة بعد حادث السفينة إيفر جيفن، أعتقد أنه سيحقق مزيد أيضا من إيرادات المرحلة القادمة. تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من قناة السويس باعتبارها من أهم مصادر الدخل في البلاد، ويأتي إنشاء صندوق الهيئة ليمثل بحسب المسؤولين خطوة في اتجاه تحقيق هذا الهدف. في ظل الجدل الدائر حول قانون إنشاء صندوق هيئة القناة الذي وافق عليه البرلمان المصري بشكل مبدئي، عقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن الصندوق سيكون من فائض ميزانية الهيئة ولن تكون له علاقة بأصول القناة. الصندوق هيبقى ليه مجلس إدارة وليه خبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من خارج الهيئة من ذو الخبرة، وهيبقى مراقب من الجهاز المركزي، يعني هيبقى كل سنة ليه مراجعة الحسابات بتاعته عندنا وبعدين في المالية وبعدين الجهاز المركزي، وبعد كده هتخش مع الموازنة بتاعة هيئة قناة السويس في مجلس النواب بتتراجع تاني وتصدى عليه. ويهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس إلى تدشين مشروعات عملاقة تسهم في تحقيق عوائد مالية ضخمة. أحمد مصطفى الغد، الإسماعيلية.